السلامة، وهو الإعلان الذي سيمثل خارطة الطريق لنا خلال العام القادم وأساساً لبدء الحوار للمتابعة وتقييم التوصيات الصادرة عن المنتدى وتنفيذها عملياً. في ختام أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، السيسي يعلن أن توصيات المنتدى في دورته الأولى تمثل خارطة طريق إفريقية في العام المقبل. المحافظون يحققون فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية البريطانية، وجونسون يقول إنه حصل على تفويض جديد وقوي لإنجاز البريكزيت. اليوم إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالجزائر، ونسبة المشاركة بالداخل تتجاوز 40%. العاشرة صباحا في القاهرة والثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة أخبار جديدة، مرحبا بكم. نبدأ من مدينة أسوان والتي أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أعلن أن توصيات المنتدى في دورته الأولى ستمثل خريطة طريق إفريقية في العام المقبل. إن مناقشة كل هذه الموضوعات بروح من الجدية والصراحة، إنما يبرهن على أهمية التوصيات التي خلص إليها المنتدى والتي تبلورت في إعلان أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وهو الإعلان الذي سيمثل خارطة الطريق لنا خلال العام القادم وأساساً لبدء الحوار للمتابعة وتقييم التوصيات الصادرة عن المنتدى وتنفيذها عملياً. وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في استمرار المشاركات الفاعلة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في الدورات المقبلة. نتطلع إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الدورات القادمة للمنتدى والتوسع في الشراكات الاستراتيجية من قبل شركاء القارة بما يتسق مع مستوى التحديات التي تواجهنا في إفريقيا، ولكي نسارع الخطى على طريق تحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والتكامل القاري الإفريقي. لليوم الثاني والأخير وصل منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فعالياته بعقد عدة جلسات بحثت العلاقة بين قضيتي استدامة السلام والتنمية المستدامة في ضوء التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في سعيها نحو الأمن والبناء والتنمية. تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق الأمن والسلام والتنمية عنوان الجلسة التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ناقشت سبل تمكين المرأة في إفريقيا في إعادة بناء المجتمعات فيما بعد الصراعات. ودعا المشاركون في الجلسة إلى وضع خطة فعالة تعزز من دور المرأة الإفريقية في دفع عملية التنمية المستدامة بعد عقود طويلة من التهميش والإقصاء. الضغوط الاجتماعية والثقافية ضد المرأة قد اختفت وظهرت قيمتها الحقيقية وقيمتها المضافة. بشكل عام فإن البراهين توضح أن الريادة السياسية للمرأة تحسن العمليات المتعلقة باتخاذ القرارات. يجب إذن استغلال ثراء الخبرات النسائية لتقديم مساهمتهم في ضمان السلام والأمن والاستقرار وفعالية العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على القارة. نحن يسعدنا أن مصر سوف تنضم إلى مجموعة تبني خطة العمل الخاصة بسلم وأمن المرأة. ندرك أن لدينا الكثير الذي يجب أن نقوم به حتى نستطيع أن نحقق التكامل الكامل للمرأة في عملياتها السلام، ومن ثم تم اتخاذ قرار بأن الدول الأعضاء يجب أن تقوم بإقرار خطة عمل حتى
حتى تتمكن من أن تضمن المشاركة الكاملة للمرأة في أجندات السلام. رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي قدمت خلال مداخلتها تجربة المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الإرادة السياسية المصرية تساند المرأة لتحقيق إرادتها والحفاظ على مكتسباتها وإتاحة المزيد من التمكين والدعم لها. وصول المرأة لمواقع اتخاذ القرار في مصر بنسبة 25% من الوزراء، وزيادة نسبة نواب المحافظين 32%، وصول المرأة لمواقع لم تأخذها من قبل زي وصول منصب المحافظ ومستشار للأمن القومي. ولكن الإجمال في وصول المرأة لمواقع اتخاذ القرار علميا بيكون لازم يكون في إرادة سياسية. عندنا ملفات تولتها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة في التاريخ. كان تقليدي أنه يجي وزيرة للشؤون الاجتماعية. إحنا عندنا وزارة الشؤون الاجتماعية بتتولى ملف التأمينات، وعندنا وزارة التخطيط بتتولى ملف الإصلاح الإداري، وعندنا وزارة الاستثمار بتتولى ملف التعاون الدولي، وبالتالي عندك ثلاث وزيرات بيتولوا ست ملفات مهمة، بالإضافة لوزيرات لأول مرة الثقافة اللي هي مؤثرة في المجتمع بكامله تتولاها سيدة، السياحة ملف تتولاها لأول مرة سيدة، عندنا سيدة وزيرة البيئة. الرئيس السيسي أكد خلال مداخلته حول ما طرح خلال الجلسة أن قصة المرأة المصرية وتجربتها في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة هي قصة نجاح، موضحا أن المرأة هي من تصدت بقوة في عام 2013 للحفاظ على الهوية المصرية وتصدرت الصفوف الأولى للمطالبة بالتغيير. المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية. طب هل حد في مصر استدعى المرأة للقيام بهذا الدور؟ لا، ما حصلش. هي استدعت نفسها لحماية وطنها وحماية مش بس الوطن، كل الأجيال اللي هتيجي بعد كده. كما أكد الرئيس أن المرأة المصرية قامت بالدور الأهم في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من تبعاته القاسية. لما جينا نعمل إصلاح اقتصادي، وده كان أصعب وأقصى برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق، خلاص أنا انتبهت بقى، أنا خدت بالي، فرحت أنا ناديت عليها وقلت لها ساعديني ساعديني. ساعدتني وتم تمرير أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق. وشدد الرئيس السيسي أن المرأة المصرية تلقى كل التقدير والدعم من قبل القيادة السياسية، مؤكدا أنه لن يتم تمرير أي قانون لا ينصفها. لن أوقع على قانون لا ينصفكم، لن أوقع على قانون لا ينصف الحق الحق. تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق الأمن والسلام والتنمية في القارة الإفريقية عنوان لجلسة هامة من جلسات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة قدمت تقديرا وتقييما للتحديات التي تواجه المرأة الإفريقية ومستقبل هذا الدور في ظل نجاح التجربة المصرية في هذا السياق. من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين على رشوان النيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك مع جمهورية جزر القمر على مختلف الأصعدة ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في جزر القمر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية جزر القمر. وفي لقاء آخر مع رئيس نيجيريا محمد بوهاري أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين. على هامش
هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية جزر القمر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس رحب بأخيه الرئيس عثمان في مصر، مشيدا سيادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين على المستويين العربي والإفريقي، فضلا عن الروابط المتميزة بين الشعبين الشقيقين في ظل العدد الكبير للدارسين الوافدين من جزر القمر في مصر. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسوان الرئيس النيجيري محمد بوهاري. السيد الرئيس رحب بأخيه الرئيس بوهاري في مصر، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ونيجيريا، ومشيدا بمجمل العلاقات بينهما على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية. قال وزير الخارجية سامح شكري لقناة النيل للأخبار إن محادثات واشنطن بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة كانت إيجابية. المفاوضات التجارية وهناك جولتين من المفاوضات، كانت لقاء واشنطن إيجابي في أنه زاد من تحديد مواضع المفاوضات وعناصرها الرئيسية بما يحقق مصلحة مصر المائية وأيضا يحفظ لإثيوبيا مصالحها التنموية بدون أي افتئات على مصالح مصر المائية. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن فوز حزب المحافظين بزعامته حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية المبكرة، منحه تفويضا قويا لإنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده في 31 من يناير المقبل دون تردد أو تشكيك. من جانبه قال زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن إنه لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة، وإنه يريد أن يبدأ حزبه تفكيرا في نتيجة الانتخابات وسياسته المستقبلية بعدما خسر عشرات المقاعد النيابية. حسمت نتائج الانتخابات التشريعية في بريطانيا حالة الانقسام والتردد لأكثر من 3 سنوات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما حسمت معها مصير الحزبين الرئيسيين المحافظين والعمال في المرحلة المقبلة. حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون حقق فوزا كبيرا في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها لحسم ملف الخروج، واعتبر أن النتائج بمثابة تفويض جديد لإنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير المقبل. في هذه المرحلة فإن حكومة المحافظين حصلت على تفويض جديد لتنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وليس ذلك وحسب ولكن لإعادة توحيد البلاد والتركيز على الأولويات للشعب البريطاني. على الطرف الآخر مثلت نتائج الانتخابات ضربة كبرى لحزب العمال وزعيمه جيريمي كوربن الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإجراء استفتاء ثان على الخروج، لكنه مني بخسارة شديدة دعته إلى إعلانه التراجع عن قيادة الحزب في الانتخابات المقبلة. وبعد انتزاعهم الدوائر العمالية التي يسيطر عليها العماليون منذ عقود، بات المحافظون يملكون الصلاحية المطلقة لتنفيذ الخروج الذي وافق عليه 52% من البريطانيين في استفتاء 2016. وكان جونسون قد وعد خلال الحملة الانتخابية بعرض اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي على مجلس العموم الجديد قبل عيد الميلاد بهدف تنفيذ الانسحاب في 31 من يناير بعدما أرجئ هذا الموعد 3 مرات. وبفوزه سيبدأ جونسون في العمل على تحديد شكل العلاقة التي يريد بناءها مع الاتحاد الأوروبي، وفور خروج المملكة المتحدة من الاتحاد ستبدأ مفاوضات شاقة في هذا الشأن يفترض أن تنتهي في عام 2020. أكدت المفوضة الأوروبية رغبتها في إعادة بناء العلاقات مع لندن خصوصا في القطاع التجاري بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية. من جانبه هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه في الانتخابات العامة. وقال ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر
إن بريطانيا والولايات المتحدة تستطيعان إبرام اتفاق تجاري جديد عظيم في أعقاب بريكزيت، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لديه الإمكانات ليكون أكبر بكثير ويعود بمكاسب أكثر من أي اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي. وإلى الجزائر، حيث قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرف إن النتائج الأولية ستعلن اليوم الجمعة، وأضاف أن النتائج النهائية سيتم الإعلان عنها في الفترة ما بين 26 و25 من ديسمبر الجاري. وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس داخل الجزائر بلغت 41.4%، وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول أي من المرشحين الخمسة على نسبة ما يزيد عن 50% من الأصوات، فستجري جولة ثانية للاقتراع بين المرشحين الأول والثاني خلال الفترة ما بين 31 من ديسمبر الجاري والتاسع من يناير القادم. على وقع انقسام في الشارع، جرت في الجزائر عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يخلف من بين خمسة مرشحين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الحراك الشعبي، وبعد نحو 10 أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة فتحت مراكز الاقتراع في كافة الولايات أبوابها أمام الناخبين، حيث تباين الوضع بين المشاركة على أمل الخروج من المرحلة الراهنة والامتناع بدعوى أن المرشحين الخمسة جميعهم من رموز حكم بوتفليقة. المهم يكون مسؤول في هذه البلاد وتتهنى هذه البلاد تتكلم يحبسوا هذه المشاكل. هذا ما كان علاش جيت انتخبت على جال هذا الشيء هذا. والله لازمنا نتحركوا وعندنا العقل ونعرفوا واش نميزوا واش برانا رايحين، نحسبوا ونشوفوا نعرفوا الناس ونعرفوا كيفاش نمشيوا ونميزوا الناس. وبينما كان الاقتراع جاريا، خرج الآلاف إلى الشوارع وسط الجزائر العاصمة رافضين إجراء الانتخابات بدعوى أنها مسرحية تهدف إلى إبقاء النخبة الحاكمة في السلطة، كما وردت تقارير عن احتجاجات خارج العاصمة لا سيما في منطقة القبائل. ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات في الفترة من 26 وحتى 25 من ديسمبر الحالي، وفي حالة الوصول لجولة الإعادة فإنها ستجرى في الفترة من 31 من ديسمبر وحتى 9 يناير المقبل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف مرحبا بك. أهلا، صباح الخير. صباح الخير أستاذ أشرف، ما هي توقعاتك لنتائج الانتخابات الرئاسية بالجزائر والتي جرت بالأمس، خصوصا وأن هناك بعض الآراء التي ترجح اتجاه الانتخابات إلى جولة ثانية؟ بالفعل يبدو أن هناك بالفعل جولة ثانية في المرحلة من نهاية هذا العام أو هذا الشهر تحديدا، لأنه لم يتم الوصول إلى تزكية مرشح بعينه ليحصل على نسبة أكثر من 50% زائد واحد. بكل تأكيد ربما يكون عبد المجيد طبون أحد الذين أحرزوا بعض التقدم في هذه الجولة الأولى، لأن هناك بالفعل 19 ولاية من 48 ولاية في الجزائر استطاع فيها طبون أن يحصل على بعض التقدم بشكل ملاحظ أو على الأقل بشكل بالغ الأهمية، في حين أن هناك تراجع لكثير من بعض المرشحين الآخرين. وأعتقد العنصر المفاجأة أن كل من عز الدين ميهوبي وأيضا رئيس حزب طلائع الحريات لم يستطيع أن يحقق علي بن كليف أن يحقق أي نوع من التقدم، وهذا عكس كل التوقعات حتى في الشارع الجزائري. لكن يبدو أن هناك حل اللافت، ويبدو أن هناك ملحوظة بالغة الأهمية أن المقاطعة كانت هي القاسم المشترك للانتخابات الخاصة بإجراءها في السفارات والكونسوليات في الخارج في الأسبوع أو هذا الأسبوع، وأيضا في الداخل الجزائري أمس، لأن هذا الأمر يبدو أن هناك بالفعل معضلة ما زالت قائمة أو حالة من الانسداد الكامل في الشارع الجزائري بين الحكومة المؤقتة وبين
ايضا الدوله والمؤسسه العسكريه من ناحيه، وبين الجماهير الشعب من جيل الشباب الذي يشكل اكثر من 63% من الشعب الجزائري البالغ على السكان 40 مليون نسمه. بكل تاكيد هناك حاله حتى هذه اللحظه من الرفض لامكانيه التعاطي مع هذه الحكومه، واعتقد رئيس الدوله القادم عندما يتم اختياره سيواجه معضله كبيره، لانه عليه درجه كبيره من الجهد لاحداث نوع من التقارب والتلاقي بين كل فئات الشعب لمعالجه هذا الخلل الموجود حاليا في الشارع الجزائري، لان الغالبيه ما زالت ترفض اجراء هذه الانتخابات او اعتراف بشرعيه اي رئيس قادم، انه محسوب في نهايه الامر على عهد رئيس بوتفليقه. واعتقد المساله ستحتاج الى جهد سياسي وخلق حاله من الوفاق بشكل كبير، وعلينا ننتظر نتائج الجوله الثانيه. واعتقد شخص تبون هو الاقرب الى الرئاسه الجزائريه، وكنت ارى ان هذا شكل معضله كبرى لانه تولى رئاسه الحكومه في عهد بوتفليقه، ويحظى بحاله من الرفض بين جيل الشباب في الشارع الجزائري. الامر الذي ربما يخلق اشكاليه جديده تواجه مسار الرئاسه الجزائريه القادمه ومن سيتم انتخابه. نعم، اشكرك في النهايه شكرا جزيلا الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير الاهرام، شكرا لك. وفي ختام هذه النشره اليكم تذكره باهم العناوين. السلام والتنمية المستدامة هو الإعلان الذي سيمثل خارطة الطريق لنا خلال العام القادم، وأساساً لبدء الحوار للمتابعة وتقييم التوصيات الصادرة عن المنتدى وتنفيذها عملياً. في ختام أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، السيسي يعلن أن توصيات المنتدى في دورته الأولى تمثل خارطة طريق إفريقية في العام المقبل. المحافظون يحققون فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية البريطانية، وجونسون يقول إنه حصل على تفويض جديد وقوي لإنجاز البريكزيت. اليوم إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالجزائر، ونسبة المشاركة بالداخل تتجاوز 40%. نهاية هذه النشرة، وبعد قليل ألقاكم في جولة صحفية جديدة. إلى اللقاء.